هنتغدى ايه؟ انا مش راضي اتغدى الا لما تيجي. للاسف انا اتغديت وسبقتك، اتغديت لوحدي. يا ريتك قلت لي. معقوله؟ جرسون تشربي ايه؟ دبل ماكياتو بليز. تحت امك يا فندم. انا باجي المكان ده كل يوم اتغدى، مكان هادي ومريح للاعصاب. ايه رايك بقى نظبط موعدنا ونيجي نتغدى مع بعض كل يوم؟ ميرسي قوي على العزومه، ولو اني شايفاها كده عزومه مراكبيه. انا مراكبي؟ ماشي، مقبوله منك. مش قصدي، ام سوري، بهزر. انا بقى مش بهزر. انت عايش هنا في مصر لوحدك، وانا تقريبا عايش وحيد زيك كده. ايه رايك نتونس ببعض ونيجي نتغدى هنا كل يوم؟ بالمناسبة أنا وأنت معزومين عند أعز صديق لي. ومين سعيد الحظ ده اللي أنت أعز صديق لي؟ راجل أعمال اسمه محمد مراد، ومراته صفينة الزهير. رنا بتبصي لي كده ليه؟ ميرسي. لا ولا حاجة، بس اللي يشوفك يعني في التلفزيون ياخد عنك فكرة تانية غير اللي أنا شايفاها دلوقتي قدامي. وإيه اللي أنت شايفاها دلوقتي؟ يعني إنسان جنتل كده ومحترم ولذيذ، يعني مش غتت زي ما الناس شايفين. مش قصدي والله، I'm sorry. ما تعتذريش، السمعة دي هي اللي خلاكي تجيني عشان ابقى المحامي بتاعك، وهي اللي خلتك تصر انك تتعاملي معايا مباشرة، وهي اللي خلتك ترفضي تتعاملي مع اي حد في المكتب. فلازم طبعا اشكر السمعة دي اللي عرفتنا ببعض. شوية شغل بقى. انا عايزك تمضي على الاوراق دي كلها علشان الحق اخلص كل الاجراءات القانونيه. اطلع بقى.